إذا كان من أهم أركان الزواج الإيجاب والقبول، فكيف يصح زواج الآخر؟ قال العلماء: القادر على الكلام لا يصح عقد زواجه بالكتابة فقط ولا بالإشارة وحدها. أما العاجز عن الكلام فإن كان لا يحسن الكتابة ينعقد الزواج بالإشارة المعروفة، لأنه لا سبيل إلى التعبير عن إرادته إلا بها. أما إن كان يحسن الكتابة فلا يحسن الكلام، فعند أبي حنيفة روايتان: الأولى يصح العقد لأن المقصود معرفة الغرض بأية وسيلة، ويستوي في ذلك الإشارة والكتابة. والرواية الثانية: لا يصح العقد بالإشارة ولا بد من الكتابة ما دام يستطيع الكتابة. والله أعلم.